زيادات جديدة في أسعار المحروقات تثير السائقين. شهدت أسعار المحروقات في محطات الوقود زيادات جديدة صباح الخميس، إذ لامست الزيادة سقف درهم واحد بالنسبة للغازوال. اتفق سائقو وأصحاب السيارات اليوم الخميس على زيادات جديدة في أسعار المحروقات، حيث عرف متوسط ثمن بيع اللتر الواحد من الغازوال ارتفاعا يتراوح بين 90 سنتيما ودرهما واحدا، فيما شهدت أسعار بيع البنزين استقرارا ولم تعرف أي تغيير. حسب ما عينته مصادرنا في جولة بمحطات الوقود وسط الدار البيضاء، فإن شركة أفريقيا تبيع الغازوال ب 14.90 والبنزين ب 14.68 درهما للتر الواحد، فيما حدد الموزع توتال أسعار الغازوال في 13.99 ولم يطبق الزيادة بعد، والبنزين ب 14.87 درهما للتر.